وزير العدل يفتتح الدورة الجنائية الثانية لمحاكم استئناف بالعاصمة جمينة. المندوبية الإقليمية للصحة بالعاصمة جمينة تعتمد خطة للوقاية من وباء مرض الكوليرا. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم، وبداية بالخبر الذي وصل التو، حيث قام عصر اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بتقديم التعدي لأسرة الفقيد آدم أجي السياسي السابق وعضو المجلس الأعلى الانتقالي. رشاد حسن طه. جاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مساء اليوم إلى منزل الفقيد آدم أجي السياسي السابق عضو المجلس الأعلى الانتقالي ورئيس غرفة التجارة سابقا لتقديم واجب العزاء إلى أفراد أسرة الفقيد ومواساتهم في هذا المصاب الجلل. وثمن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مناقب الفقيد ودوره المحوري في المشاركة في بناء الدولة ومسيرته الزاخرة بالمهام السامية والنبيلة في خدمة البلاد. وما أن تلقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو نبأ وفاة الفقيد آدم أجي الذي وافته المنية في 2 سبتمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس إثر مرض لزمه فترة من الزمن. وصل فخامة رئيس الجمهورية إلى منزل الفقيد هذا اليوم 12 سبتمبر لتقديم العزاء. وفور وصول فخامته منزل الفقيد استقبل من قبل أسرته، حيث قدم فخامته واجب العزاء إلى أسرة الفقيد سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. وعرف آدم آجي بحنكته السياسية التي ساهمت في المصالحة الوطنية بين أبناء تشاد، كما شغل منصب المستشار الخاص لرئيس الجمهورية وعضو للمكتب السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كان رفيقا مثاليا ومناضلا وفيا لسياسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، كما ساهم مساهمة واضحة في توطيد العلاقات بين مصر وتشاد. ويعتبر آدم آجي ضمن كبار التجار التشاديين من مواليد مدينة ماندو عام 1935. آدم أجي توفى وترك وراءه 12 مولودا من بنينا وبنات.